أبو شوقي، جيتك من عمان إلى الناصرية، جبناك من ناحية النصر إلى هنا، فمن الناصرية وفق ما أنا كنت صغير يعني أول مرة سمعناها بصوت إسماعيل شبانة أخو عبد الحليم حافظ، اللي أعتقد لحنها سالم حسين. نعم، وكان هو يؤديها بطريقة غريبة، تذكرها؟ لا، كان لحن يعني غير اللحن الكلاسيكي الموجود، كان لحن معمول يعني مشتغلة سالم حسين. يعني شو معمول؟ يعني مشتغلة جمل جديدة وليس الجمل التقليدية. إذا كانت الناصرية القديمة اللي تغنيها صديقة الملاية فهي ما تشبه، وإذا كانت النسخة اللي بعد صديقة الملاية غنتها غادة سالم وغنتها بعد كم مطرب من القدماء أيضا ما تشبه. وأنا غنيت لحنت من كلام زامل الناصرية ضمين طيف وخيالي شرق دفي النخل ودنية المنسية يا مشرق دفي النخل. مشرقدة ولا مشرغدة؟ مشرغدة يعني نايمة. في النخل وحاضنة الصوبين من ماء الفرات ونايمة بشاطية. أي وكملتها من عندك يعني؟ أضفت عليها مثلا يا موطن حضيري وناصر والملك داخل حسن لو حرك السبحة وقرى البوذية، ونسج عليها كلام هواية. ليش قلت الملك داخل حسن؟ ما كلهم ملوك؟ لا يعني داخل مؤثر أسلوب داخل بالغناء بيك ولا بالناس يعني مؤثر؟ لا أنا واحد من الناس اللي أثر بي، وأعتقد أنه في الناس في المستمعين مؤثر أكثر من حضيري وأكثر من ناصر حكيم. يا أغنية اللي كانت تسحرك داخل حسن البيات، نطيل البيات يغني لك البيات بشجن غريب، شجن لا يخطر على باله. وكان يعرف البيات من غيره؟ هو يعرف، يعرف البيات على الأقل خلال ممارسة للغناء البيات اللي هو الأبوذية الاعتيادي، كان يعرفه. لذلك هو حتى ملحن أغاني يعني بستات بسيطة بس حلوة على البيات نفس نغم البيات. طيب الناصرية اللي لحنتها حضرتك من يوم بنغم كانت؟ أنا أظن ملحنها من نغم الرست يعني وليس من نغم البيات، وغنتها غادة سالم أذكر في وقتها. وغنيتها أيضا حضرتك؟ ها؟ غنيتها؟ لا أنا ما غنيتها، اللحن مال بالطريقة كنا سامعها بالسيارة لما نجيناك سمعناها. إي غنيت القديم يعني الأسلوب القديم اللي كانت تغني صديقة الملاية للناصرية، وجناها روح وياك للناصرية، هذه غنيتها أنا أساسا للملك فيصل الثاني لما جاء إلى الناصرية وعملوا له جلسة صغيرة في بيت المتصرف كان يعني المحافظ، وكنت أنا واحد من يعني معروف بالثانوية ثانوية الناصرية أني أغني، فغنيت للناصرية إله، وكانت كنت يعني نلت الاستحسان في وقتها من جلالة الملك في وقتها أذكر. طيب أبو شوقي، حضرتك افتريت عكا ومكة والسويد وسريلانكا، رجعت للناصرية شوفها حلوة؟ لا أنا ما رحت لعكا ومكة. مثل ينقال، مثل يقال. ولا رحت سريلانكا؟ ولا رحت، مع أنه كان الله يرحمه يقول إقاعتك هندي عادل هاشمي. اي لا انا يعني بالالحان يعني عندي شيء من الجرأة، يعني اطرق اللحن مهما يكون، يعني حتى لو كان بشيء من مأخوذ من عبد الوهاب من بليغ من كذا، يعني قد يكون اللي مأخوذ هو أكثر مو أكثر من بارين أو أربع بارات،
فباعتقادي الأربع بارات والبارين بالموسيقى لا تعتبر سرقة. وينها كانت بليل بنفسج؟ لا ما أخذ أنا يعني أنا ومتهم بأنني مصري، يعني مصري بألحاني، وسواء بالمقدمات الموسيقية أو الموسيقى الوسطية بين الكوبليهات أو حتى الجمل الغنائية. أبو شوقي، أجمل من غنى لك من المصريين من ألحان؟ يعني هي يعني وردة أكيد وسوزان عطية. بلاد السنة غنت سوزان. بلاد السنة. كلمات عبد الرزاق عبد الواحد. كلمات عبد الرزاق عبد الواحد. وردة تذكر الأغنية؟ وردة كانت كلمات علي الياسري، دكتور علي الياسري. وأين الشناشيل؟ ها؟ أين الشناشيل؟ أين الضياء؟ شو كان؟ لا هي كانت والله نسيت اسمها. زين أذكرك. القصائد المحترمة اللي كانت. حضرتك لحنت الوديع. لحنت الوديع. وشون قبل هو؟ يعني ايش قبل مثلا؟ يعني هو ملحن كبير، حضرتك ملحن كبير، من باب ايش؟ يعني باب التعاون ممكن يكون. انا لحنت له اغنيه في وقتها الشعر عاتك الخزرجي، ولحنت له اغنيه وطنيه في وقتها، و يعني باعتقادي لو ما كانت الالحان بمستوى ما كان اخذها. هو طلب لو انت عرضت عليه؟ لا هو طلب. هو طلب. هو طلب. هو بعد ان عرف اني ملحن طلب من عندي. فانا لحنت له بجدارة كاملة يعني. ما قدمت له لحن ضعيف حتى ممكن ينفذ له ويرفضه مثلا، لا، وانما الحان قوية. هسه ابو شوقي يعني اعتقد صعب بالمستحيل انه اقول لك اعزف، مع انه العود قريب معلق على الحائط. لا انا يعني ما يؤسف الى انه انا الان العزف انتهيت من العزف، لان اصابعي الان يعني ممرمه، الاصابع مال الايدين الاثنين ممرمه، حركه الاصبع يعني متوقفه، ما اقدر احرك الاصبع مالتي. اضف الى انه الصوت اصبح يعني لا أحسد عليه. بس المثل المصري يقول يموت الزمار وصباعه بتلعب. إيه بس أنا صباعي ما تلعب، بقيتها ولا قادر أنا أدي لي شيء بسيط. لا ما أقدر حتى بالمقامات الواطية. لا يعني شوف الإنهاك على صوتي، يعني أنا خصوصا هالأيام صار أربعة أيام أنا كلش مريض، يعني تشوف أنت حالتي الصحية كلش منهكة، و لو ما أنت عزيز علي الله يسعدك، والبرنامج أساسا برنامج محترم يعني أنا أحترمه بشكل عام، ما كنت قدرت يعني أسجل وياك هاي الحلقة. إن شاء الله تكون الأسئلة خفيفة، بس أنا مثلا عندي سؤال، يعني أنت بعد غيبة طويلة عن الناصرية، شنو شعورك أول ما وطأت قدماك أرض الناصرية؟ والله دكتور شوف أنا كنت في السويد، ذهابي إلى السويد هو من أجل مشاركة مع فرقة عراقية، يعني كان عندهم طيور دجلة؟ ها؟ طيور دجلة؟ طيور دجلة، كانت هذه الفرقة تحتفي بمرور عام على إنجاز أعمال إلها، وهي كل سنة تسوي حفل موسمي إلها، فدعوني إلهم لحنت لهم كم أغنية في سجلتها في سوريا وبعثتها. فالغريب أنه أنا وصلت بالليل ثاني يوم الصبح دخلت المستشفى، ولا شفت الفرقة دقيقة واحدة ما شفتها. بعد أربع أيام تم بتر الساق لوجود القنقرينة،
ما أعرف هل هذا هو من سوء حظي أو من حسن حظي. يعني أنا وصلت رأساً ورأساً وصلت للمستشفى، وصلت بالليل، ثاني يوم الصبح دخلت المستشفى. فأنا أعتبره من حسن حظي. طيب أنت كنت حبيس مدينة قطبية قريبة على القطب المنجمد الشمالي. إيه. نعم. كيف كان شعورك؟ الحقيقة كان الخوف يسيطر علي، لأنه أنا كنت في مدينة، المدينة اسمها كيرونا، آخر مدينة في السويد. السويد هي عبارة عن يعني خارطتها طولية، يعني طويلة من الأعلى إلى أسفل، قمتها شمالها تقريبا قريبة من المحيط المنجمد الشمالي. فكنت يعني ماخذ نظرة على المدينة، أنه نظرة يعني مدينة الدببة، يعني المنطقة كلها دببة، ولو هم هناك بالسويد يعني حافظين المدن ومسيجيها وماكو إشكال يعني، بس كان الخوف ينتابني من الدب يعني؟ اي من هي من الدببة. فكنت في مخيم قريب إلى إلى الثلوج، فكنت بالليل يعني بسذاجة كاملة عندي بالعربانة اللي مالتي، اليد مالتها يعني بيها حديد كأنه سكينة عريضة، كأنه طبر يصير اليد، فتنشلع وهاي تنشلع، فكنت أشلع اليدتين وأخليهن يمي بالفرش، يعني أقول خاف تجيني دب من هذا الشباك. ليه جاك الوهم يعني؟ هو معروف أنه يابا شو وداك أنت من الدببة؟ يعني جماعة العراقيين شلون هناك دبرة؟ ما ظليت وما حصل أنه ما جاك لا دب ولا حتى بالأحلام؟ كل دب ماكو، وظليت حتى بالأحلام ما أحلمت بالدب؟ حتى بالأحلام ما، لا أنا ما كنت حتى أحلم في ذاك الوقت، يعني ما كنت تنام؟ إي ما كنت أنام، كنت يعني إذا أنام أنام بالنهار يعني. بس كنت تبكي كثيراً؟ أي. ليش؟ كنت أبكي كثير لأنه كانت حالتي يعني بائسة، كلش بائسة، يعني بحيث أنا ما أشوف نفسي إلا مع اثنين، واحد إيراني واحد من كوسوفو، ذاك أيضاً رجليه، واثنين هم ذاك إيراني وهذا الثاني يعني نو يس ما يعرف، بحيث انت ما تقدر لا تفهمه ولا ابدا. فبعثت على سير ابن زوجتي في مدينه جنوب كيرونا هاي اللي بيهاني، يعني بالوسط تصير، بعث عليه قلت له انا اذا يوم يومين تظل يعني انا انتحر حقيقه يعني. يعني هيك فكره ردتك فكره من القبيل؟ جدا والله؟ والله بالله. فهو جاني يوم خابرني بالليل، يعني قال لي احنا طالعين هسه وتسع ساعات من مدينته الى المدينه البيهاني. شعرت بالحياه كان الحياه حياه اكو عراقيين بالمدينه اللي بيها، هو اكو عراقيين شباب يجون يمي ونسولف ونحكي ونضحك، يعني اكو حياه يعني بالمدينه. والمدينة قلت لك تسع ساعات بالسيارة، وتبعد خمس ساعات عن ستوكهولم، عن العاصمة، العاصمة جنوبها هي تبعد حوالي خمس ساعات، فكان يعني شوية يعني مكان أحسن من المحيط المجمد الشمالي. نعم. منو كنت تتمنى يكون وياك بهذا المنطقة النائية؟ ماكو، أنا كنت يعني أحلم بأشياء يعني افتقدتها، وهي أولاً الزملاء، صار هاجس عندي وهو لما تطلع أغنية عراقية وأشوف موسيقيين يعزفون ما عندي جواب لهم إلا البكاء، صار هاجس عندي لما يطلع مطرب يغني ما عندي إلا جواب غير البكاء، ف
فهذا كلش صار يؤرقني. كنت أتمنى أنه أعيش بين زملائي، يعني أنك أنت تعيش منفرد ما يمك أحد، لا موسيقي لا ملحن لا مطرب، يعني هذه طامة كبرى جدا. وهذا اللي يعني خلاني أشعر بشعور غريب جدا، بحيث أنه أنا فقط